في درب النخبة، الترجي ينتصر على النادي الإفريقي ويتوج بلقب البطولة. ألف مبروك للمكشخة. ونحكي على الدرب والسوق السوداء، جماهير الترجي في التسلل، والتذاكر تباع بأضعاف الثمن على مواقع السوشيال ميديا. ختاما، بدران وتوغاي ينهيان الجدل بين رمضان على انفراد والدبش أساسي في الدربي. قبل البداية أحباب الأحمر والأصفر، لا تبخلوا علينا باللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بنا للتفاصيل. عاد المدافعان الدوليان الجزائريان عبد القادر بدران من جهة ومحمد أمين توغاي من جهة أخرى البارحة الجمعة إلى تونس لينهي الجدل الذي تواصل على امتداد الأيام الأخيرة، حيث طال التأخر لنحو 5 أيام. وكان يفترض أن يصل الجزائريان مطلع الأسبوع الجاري إلى تونس، لا سيما وأنهما أنهيا التزاماتهما الدولية منذ يوم الأحد الماضي، لكنهما مددا من العطلة في قطر رغم سابق معرفتهما بأن الفريق ينتظره درب العاصمة يوم الأحد. الثابت أن تأخر وصول اللاعبان لن يمر مرور الكرام، ولو أن وضعية بدران تختلف كثيرا باعتبار أنه سيغادر بعد نحو 10 أيام للالتحاق بفريقه الجديد نادي الضمك السعودي، ولو أنه كان يجب أن يتحلى بعقلية احترافية. ويجب عليه أن لا ينسى فضل نادي باب سويق عليه، وبأنه أوصله إلى المنتخب الجزائري وهو ما لن يحظى به مستقبلا مع وجهته الجديدة. وإلى ذلك عاد الثنائي الدولي التونسي محمد علي بن رمضان وصدق الدبشي إلى تونس، حيث اكتفى الأول بالتدرب على الانفراد، لاسيما وأنه يعاني من إرهاق الرحلة فيما تدرب الدبشي مع المجموعة، وهو الذي لم يشارك مع المنتخب في المقابلات الأربعة الأخيرة بخلاف زميله. نحكي على الدربي والسوق السوداء والتكية اللوفات لجماهير الترجي والأثمان بأضعافها على مواقع التواصل الاجتماعي. فرغم العلاقة الوطيدة التي تجمع جماهير المكشخة بالألقاب المحلية القارية، إلا أن درب تونس يظل الموعد الأبرز لعشاقها نظرا لما يحمله من طياته. فالتشويق والإثارة حاضران، وتسابق وتلاحق مهما اختلفت وضعية الفريقين، وعليه فإن الحرص على التواجد على المدارج يعد أكثر من هام. وقد تضاعف هذا الحرص خلال الأيام القليلة الماضية لعدة اعتبارات، لعل أبرزها أزمة النتائج التي يمر بها الفريق الذي لم يعد أمامه بعد الانسحاب مبكرا من رابطة الأبطال وكأس تونس إلى الظفر بلقب البطولة لإنقاذ الموسم. ولعل اختيار المئات من جماهير الترجي التواجد أمام شبابيك أولمبي المنزه 7 ساعات قبل انطلاق عملية البيع، وتحديدا منذ منتصف الليل والتحاق الآلاف منذ فجر الجمعة، خير دليل على أهمية نتيجة لقاء الدربي مفتاح البطولة ودعم الجماهير بالتوازي والتفافها حول الفريق. غضب واستياء جماهيري ليس بالجديد، بما أن المشهد أصبح مألوفا كلما تعلق الأمر بعملية بيع تذاكر الدربي الذي تنفذ في دقائقها الأولى، لنجدها بالمئات بعد ساعات في السوق السوداء عبر السوشيال ميديا بأسعار خيالية، حيث تراوحت التذاكر من فئة 20 دينار بين 50 و70 دينار، والتذاكر من فئة 50 دينار أصبحت وصارت 100 دينار إلى 120، بما يفتح الأبواب للتساؤل عن الأطراف النافذة التي تستطيع الحصول على أكثر من 50 و100 تذكرة دون عناء من أجل التجارة بها في السوق السوداء. ختاما، في النشرة الترجية، درب النخبة مبروك الترجي ينتصر على الإفريقي ويتوج بلقب البطولة، وهذه التفاصيل، حيث حقق اليوم الترجي انتصارا هاما 2-1 في درب العاصمة، وافتتح النادي الإفريقي النتيجة منذ الدقيقة 5 عن طريق محمد نيزك الليلي، لكن الترجي عدل النتيجة عن طريق خليل القنيشي في بداية الشوط الثاني، ثم أضاف عزيز عبيد الهدف الثاني، وبذلك ابتعد الترجي في الصدارة الترتيب برصيد 25 نقطة على بعد 6 نقاط من الإفريقي الذي تجمد الرصيد في حدود 19 نقطة، ويتوج بذلك الترجي رسميا بلقب البطولة قبل نهاية السباق بجولتين. مبروك للنخبة، مبروك للترجي، مستقبل الفريق.